مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من سلسله التفاعليه شوف تيفي. نجحت عناصر الشرطه بولايه امن وجده اول امس الاربعاء من توقيف اربعه اشخاص من بينهم مواطن كيحمل الجنسيه الجزائريه، وذلك الاشتباه في تورطهم في حيازه وتهريب اسراب مهمه من طيور من فصيله الحسون. واسفرت اجراءات تفتيش اللي تمات بمنزل كائن بحي كولوج بمدينه وجده عن حجز 60 قفص كتحتوي على 2400 طائر من فصيلة الحسون كان كيتم تجميعها في ظروف منافية للشروط البيطرية وكتشكل تهديد لحياة هاد النوع من الطيور، وذلك في أفق ترتيب المحاولة تهريبها للجزائر. وقد تم إخضاع المشتبه بهم للبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم إشعار مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وتسليم هذه الطيور المحجوزة اللي كتنتمي الفصيلة محمية من الانقراض وكتمنع صيدها وحتى تصديرها. بعد مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.